اي هذا خادم الجامع، وذول اللي كانوا قاعدين يا الشيخ اسماعيل الله يرحمه لما صار عصبي. الف رحمة على روحك اسماعيل. اي اعتقد ما شخصان، خلي يزوروهم الولد زيارة خفيفة. على اي حال اروح اسعد الزبيدي، اجروا لي بيت مشقة اروح وامن، والعقد خلي يسجل باسم ام ثريا، افضالي عليها هواية. هاي اروح يا الله. انت ابو غانم؟ اي انا ابو غانم. من تريد نلتقيك؟ ليش شو مسوي؟ لو كنت جابك للشرطه شودعك للشهاده، انت شحليك من اسماعيل ابن الحطافه؟ انا رجال فقير، كل شو مسوي؟ ابني انا احكي لكم، احنا طلبونا للشهاده ورحنا شهدنا، واحنا ناس على باب الله، يعني ناس فقره، واسماعيل راح مظلوم. ابو زرقاء انت شنقه مثل ذاك الرجال؟ يمكن اكو بنك هنا. اكو بنك حتى نثرم الثرم بالسكينه وندزوا تشيش مال جبال للشرطة. سيدة ليش تثرموا؟ شو مسوي؟ أنا شو مسوي؟ ليش؟ شو مسوي؟ احنا بعد ما لنا شغل، بعد لا نجي للجامع ولا لنا شغل بالشيخ، بطلنا احنا نهس من عقل شوي. أقول أبو زرقاء خطية، ليش ما ننطيهم تشانس؟ تشانس اي تشانس اي تشانس تشانس. أوقف، تعال تعال. يا ولدي حباب ومطيع. يا فج طار بالكعبه. ها هسه بعد وراك لما تشهد يم الجماعه ضد الشخص اللي فكرك. خذ وراسك نشيل عن اشتافك ونبيعك باكر سوق العمره. خل احكي لك اذا طلبوا الشهاده مره ثانيه، ها راح نشهد وراح ننكر، ولنا شفناه ولا شفناه ولا ندري فيه ولا نعرفه ولا كل شيء. احنا ناس فقره، يعني خذك من شباكم، يعني عفونا عفونا. حسب المكالمة الهاتفية اللي وصلتنا، حببنا تحضر بنفسك وتستلم السيدة ثريا، وتستمع بنفسك أيضا لما تدعي ضد فتاح عبد الرزاق الباشط. بس سيادة العميد، أنا اللي ادعيته صحيح، وهي راح تبرهن جنابك عليه. طيب تفضلون. ماما تصريح بناتي ثريا، الحمد لله على السلامة. ظل بالي عليش وقلقت هواية، ولو الجماعة هنا ما قصروا. على ويش؟ على ويش؟ على العملة الجبان اللي سواها الدعلج. سيادة العميد، بصراحة أنا ما دا أفهم شنو الموضوع، ممكن توضح لي؟ السيد مصعب زوجك يدعي انه السيد فتاح عبد الرزاق الباشط اختطفك منه وطلقك بالاكراه. غريبه، فعلا غريبه. تسمح لي؟ اي تفضل سيدي. انا اللي اعرفه كل شيء بالخناق الا الزواج بالاتفاق طبعا. يعني شنو منو يخطفني ومنو هذا ومنو يجرأ؟ لا لا لا، بصراحه هذا كلام غريب علي. ما معقول. أرجوك احترم المكان اللي أنت به، بعدين نختار ألفاظك زين. أنا لا حبيبتك ولا زوجتك،
أنا كل زوجتك. سيادة العميل إحنا طلقنا لأنه ماكو توافق بيناتنا. وهسه أنا سيادة العميل قاعدة ويا والدتي معززة مكرمة. وشك ماما؟ تمام. بس هذا مستحيل. السلام عليكم سيادة العميل. عليكم السلام. أهلا. أهلا فتح. كيف حالك؟ أهلا بيك. سريح سريح. شوف يا حيا، بلغني أنكم تطلبوني فقلت أتمم ما بذمتي من مشاغل وأتوكل على الله وأذهب إلى سيادة العميل لأرى ماذا يريدون مني. هذا الرجل رافع دعوة ضدك. ومن يكون هذا الرجل عافاك الله؟ لا زغرم فيك. هو بنفسه اللي هجم علي بمكتبه ويا رجال العصابات وياهم من شعبان اللي عقد لي عليها قبل سنتين. هو بنفسه هذا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. الحمد لله الذي جمعنا امامك سيادة العميل. فهذا هو المشتكي وهذه هي المرأة وانا عبد الله المشتكى عليه. فاحكم بالعدل. ايش قلتي ست ريا؟ أساساً ماكو كل قضية سيادة العميل. يعني أنت ما عندش دعوة ضد هذا الرجل؟ أبداً. سبحان مغير الأحوال. أني هسه بديت أصدق بقصص ألف ليلة وليلة وحكايات الجن والعفاريت. ثريا قولي لي أنت لا تحكيني وأنت بكامل قواك العقلية؟ لو تخافين أو تحسين أكو رعب من فتاح؟ أرجوك شنو رعب؟ شنو خوف؟ أنا طلبت منه أكثر من مرة يعترف بزواجنا أمام زوجته ويعطيني حقوقي كاملة، لكن هو يرفض بحجة ظروفه الاجتماعية، وأنا اللي ما يشرف بيه ما أشرف بيه. عندك شيء زيادة؟ لا تفضلي. الله يرجع. تفضلي ماما. لا ان شاء الله بعد ما انتهت وياك. شنو رايك بالتمثيل؟ انا لا احب التمثيل سياده العميد. أنا أخش على الحقيقة مباشرة. المرية هي أمها جامد الدم بعروقهم. هذه المرية أنا مربيها ومن كانت عود. انطتك شهادة تعيش عليها دهر. الحمد لله الحمد لله. سيادة العميد، المستقيم أقرب المسافات بين النقطتين. أحمده وأشكره على ما أعطى وما تفضل. أقول سيادة العميد، احنا ليش نلف وندور ونحاور ونداور؟ ليش ما نخش بالمفيد ما دام المستقيم اقرب المسافات؟ اجرالك فتاح عبد الرزاق الباشط. بس جاوبني بصراحه، جاوب رجل صريح ناصح مؤمن. فعلا انت قلب الصفحه مثل ما احنا فتحنا صفحه جديده وياك. انتم ما فتحتوا صفحه جديده وياي سياده العميد. أنا لازلت في أذهانكم، أنا لازلت على الخريطة اللي في مخيلتكم. وين أروح وين أجي؟ بس شو بدي أقول، الجماعة حق. المهم البارحة من الساعة 3 للخمسة، 5:30 الظهر، وين كنت؟ لا أفهم القصد ما وراء هذا السؤال. مو مهم. هل هناك اتهام؟ نعم. ومن هو المدعي؟ احنا. حاشا لله. هل تعرضت الى ممتلكات الدولة، الامن العام، الحق العام؟ التحقيق الى شكوكه والشهود اعطوا وصافك. باي شيء عافاك الله؟ جاوبني بصراحة لا تجادلني. البارحة الساعة 3 الى الساعة 5:30 الظهر وين كنت؟
أخش الدنيا بإذن الله. مداخم تأخش دنيا. البيت اللي أجرناه بالمنصورة. أنا أروح يا ماما مريضة. الله هذه تعليمات الباشا. روحي ماما البيت رجلك، أنا أخذ تاكسي. نعم. ابني بدك تحكي وياه يا مويا. لا بأس. اكو ناس ما تجي الا بالخوف. اي والحصن شنو يا ما؟ اكو جماعه يجمعون لهدات. لهدات شنو؟ بالالوفات. عن ايش؟ اشغال. اشغال يوسف. هسه الواحد طالع بيه شنو؟ ارد افتهم شنو؟ اكو غير المهانه والذل؟ اذا تعرفها مهانه ليش باقي بهالشغله؟ ها؟ واذا تعرف اكو غير مكان ينطق بي ألوفات ليش باقي؟ ما تروح العشرة يوسف. العشرة والصداقة. بصراحة يوسف أنا أحب ربعي. فوق الدعلج يشهد الله شقد أحبه. بس هذا مو حكي واحد يحبه للدعلج. رجع ليها العفو خشى التسلل. هلا بسبع. على كل احنا ما علمنا بالتفاصيل بمسألة ثريا، بس اللي اعرفه انت خاش دنيا على دولار وغير دولار. بسم الله الرحمن الرحيم. ان خفتم الا تقسطوا في الايتام فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت ايمانكم. صدق الله العظيم. سيادة العميد انت رجل مؤمن وتعرف هذا، وانا من فضل الله قادر وقدير ان اعدل في حدود مراعاه الله في ديني ودنياي. اي بس الشهود يقولون انه انت من الساعه 1 الى الساعه 5 كنت يم السيده دلال. دولار لو تلطفت. دولار دلال. المهم والشهود يقولون انك صليت بالجامع اللي بصف مع ملك وشاهدوك بالجامع مرتين. لا حول ولا قوة الا بالله. سيادة العميد انتم تراقبون الناس اللي يدخلون للجامع واللي يطلعون من الجامع. سيادة العميد كل هذا الكلام اللي قيل هو باطل. اكو شهود. لازم لو عمر شهود حاضرين.
أريد الشخصوا لي. هو نفس الشخص اللي كان قاعد بالجامع ويا المرحوم إسماعيل الحيفة وردي. لو لا جيدي احنا ما جبنا احد قتل احد جيدي. وبعدين هو عم اجماعيل الله يرحمه. الله يرحمه. اي قالوا الله يرحمه قلبت بي سياره واحترقت. صحيح صحيح. وراحه. بس اكو من حرقت. ملازم اول عامر. نعم سيدي. هذول الجماعه قضيتهم فضى بسرعه. نعم سيدي. لان المشتبه بيه موجود بالغرفه. ما أريد أي خوف أو تردد. قضيتكم واصلة للوزارة والمدير بنفسه ليشرف على التحقيق، فلا تخافوا. واحد واحد يدخل وأولكم مطلوب. نعم. مطلوب. نعم. أريدك الشخص لي زين. مفهوم؟ نعم سيدي. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. طلع زين مطلوب. ولا زغرة بي. هو منو هذا السيد؟ ما عندي زين مطلوب مال الله. هذا رجل سمح وورع ووجهه نوراني. ذاك وين؟ ذاك نسخة من إبليس. دير جنابك. شايف الابليس؟ سيدي بس مو هذا. طبقا لإفادتك هذه هي نفس المواصفات اللي ذكرتها. سيدي بس لو تسألني من السبت للأحد هم أقول لك مو هو، لأن ذاك قاعد وياه وحاكي وياه. أصلا هنا شوف مثال للرقة والهدوء والسماح. زين زين روح زي هاشم. أمرك. ها مطلوب بشر. شبشر عزرائيل بثوب بني ادم. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. رايدك الضابط. اني؟ نعم. السلام عليكم. اوقف على حيلك هاشم. مولانا بختك جيرني الله يجيرك. اني لا منها ولا عليها. احكي وياهم خلي يعفوني من هالشغله والى قصر بالجنه. بس شخص لي المشتبه بيه وتكلم. انا لا اشخصه ولا علي شغل بيه. هو وينه؟ من هو؟ المشتبه بيه غير هو. انا اللي اعرفه لو انتم. سيد لا تدخل الغرفه ولا تخلي عيني بعينه. انا صاحب عيال وخاف على عيالي. هاشم معني واقف قبالك. هذا رجال خير؟ هذا رجال المبروك؟ هذا الوصل اليافع؟ هو هذا اللي شفته بالجامع؟ جاب التبرع التراب؟ جاب النور البهي للظلام؟ سيدي هذا وجه خير وبركة. شفته تجدي الهام وتزيل الكرب. جيبوني المشرف وأنا أطلع من بين مليون. يعني هذا الرجل ما شايفه؟ لا والله. والثلاثة اسم الله. لقد رأيت نفسي في الحلم أعبر ماء الكوثر وإذا بوجه النوراني يقول لي هاشم هاشم أعبر لقد وصل. هذا هو الوجه والله هذا هو الوجه. الحمد لله. دعلج واقف وقفة بني آدم يوم الحشر وابتسامته تحمي المليون حكم بالإعدام. وقدامك فرصة واحدة حتى تثبت للضابط أنه أنت لا سامع ولا شايف ولا تريد تعرف شيء. شنو طولتوها انتو؟ شوف اقول لك ترى انا ما اعرفكم ولا تعرفوني. بعدين انا ما صليت حتى وياكم بالجامع ما صليت. رايديك منو؟ الضابط. ليه؟ اي هو قال لك؟ اي صحيح. استغفر الله. احس احد مدعي عليه. لا اثبات قانوني ضده. ليش لا يزور الرجال؟ ليش؟ اسكت اسكت وادعو من الله الفرج. اذا الله سهلها وطلعت منها اروح لابني للبصره
اقضي هناك اسبوعين لمن الله يفرجها. لمن الله يفرجها. انا مش عندي مرض هنا. انا هم اروح للراجليه يم ابني. سيدي يا اهلا يا اهلا وسهلا حياك الله. يا اهلا. وهذا وجابوا وياك شماله ما شاء الله. شلون صدتوا له الطير النشر سيدي؟ بحيل الله وعزم الرجال ينذل كل صعب. بارك الله فيكم. جماعتكم موجودين سيدي؟ لازم احييهم واحد واحد. هذا خبر يثلج الصدور بالوزاره. استريح. اشكرك سيدي. اسمح لي اودي الرسالة للموقف. بارك الله فيكم. اشكرك سيدي. بارك الله فيكم. ثريا الاتهام بدون قرائن. على الله يكون ساحتي في هذا البيت. الراحة راحة البال مو راحة الجسد. وأنا بصراحة ما أتصور راح يرتاح البال طول ما أنا وياك هنا. لو شوية تتنازلين من بغلة الكبرياء المسيفة مالت الشعر شان لقيتيني ذاك الودود الحنون المتسامح. على كيفك ويا ثريا لا تأذيني أرجوك. بعد وفاة إسماعيل اتعقد الموقف وما أدري شو أسوي. وخافاني لو أنتي نلقى نفسنا بوسط الأحداث. فأني أشوف سجان لو سافرين لأهلك في الأسبوع وهواية أسلم وأأمن. إحنا ما لنا نعقب هالظروف ونأوفوا من تقمون من الدعلج؟ ترى هذا الكلام ما له داعي وعيب. الدعلج لا هو ابن عمك ولا أخوك. إيه بس إلي أفضال علينا. كل أفضال ما له علينا. لا تدخلينا بورطة إحنا بغنى عنها. هاي شبيك؟ أشو قمت تفكر مثل هذول الحرامية؟ وهو شنو؟ قديس؟ هو أكبر حرامي وأشرس مجرم. توفيق معقولة تحكي على واحد وقفلك إلك والأخوك وقفات ما وقف الأخ لأخوك؟ وقف لي شنو يعني؟ اشتراني سجى بعدينا عن هالطلايب وسافري. اول بارحه مات هذا اسماعيل وما ندري ظروف غامضه كلش. ما ندري باكر من يموت وشنو هي الظروف. يعني تعرف اكو ترتيب ضد فتاح؟ اعرف ما اعرف. ما تقولي لي انت ايش عليك؟ ليش توفيق الله سبحانه وتعالى يحاسب على قعده ساعه. تسدي هالباب سدي هالباب وتذكري بيتك وجهالك. هذول عصابة. هذول عصابات بيناتهم مجرمين. ناس تصفي حسابات ناس. خلينا بعيدين عنهم. بعدين احنا اي تماس بيهم يمكن يلوحنا شعارهم. شان يسميك الخانع القانع ما كذب. دعلج مو قدوة لي مو قدوة ابدا. بعدين اقل لها اني مو مجرم. من يقول؟ انت اشو قاعد تكتب صفقاتهم وتحضر جلساتهم وتاخذ كرامياتهم، يعني انت بنص الجريمه. ما افهم. انت وياي لو علي؟ انا وياك توفيق، بس مو ضد فتاح. وياك اريد اعرف ايش تيحوا كوله من الشباك. هاي هي. لو طلع شاهدك من بيتك. نريد نريد. يبين راح تجرين رجلينا للجريمه. يعني شي كلفك اذا تقول لفلان دير بالك هم يحفظ لك الجميل وهم يقول هذا توفيق ما ضاع التعبيه. لا اقول ولا لي شره. انا ما اريد اصير ضحيه. اسمعي سجان ذولا لا من ثوبي ولا يشرفوني. معقول ثريا تشفل مني ومنين؟ منيدي
اللي يسميها ايد الحنان. شن تسميه؟ ترى هسه المفروض احنا اسعد زوجي. دولارها مزوجه سجا زوجه. تعرفي ان كل الزينه اني ما دور حرام. بس تاخذ راقصه ملها. شوف حجي ما يخالف، ترى ذني لهنا ربت بيت ولا ام اطفال. بالمرض خيمه يا بنت الحلال. احنا بطريقتنا وبزمننا نعبر جبال وخنادق، واتي زماني الجميل بحره وزرقه سماء. تالي فتح تالي ما راح يتجوز. يعني 20 كيلو ذهب ما يصير الرأس مال واحد يبدي بيه؟ رأس مال مال حرام. الحرام هذا اللي تحكين عنه، انطيت من عمري الأجلة 7 سنين من زهرة شبابي. هذا ما يسموه حرام. الحلال والحرام خبط مية. الله الله، هذا العطر يلوقلك. بس معقولة ما استعملتيه في يوم المصعب؟ اكو احسن منه. هذا استعملته قبل ما يلزموك بيوم. وهاليوم ردينا ورجعت لدنياي بحزام حزام 7. لدنياك لو للقانون. حيا الله ايا كان. فريا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بتشوفين فريا كل العالم هذا ضدي، حتى هذا الجرس ضدي. موعدكم مفتاح. مبروك لك الدخلة باش. شكرا. مبروك باش. شكرا يا عم، نفرح بزواجكم. ما سويتوا باش الطريق سالك والاجداد سحبوهن اثنيناتهم من عمارة. ومنو نفذ المراقبة؟ باش انا ومهود ويوسف. بس حمدي ما اجى. حمدي منو؟ ابو شوارب. قال امي مريضة. وسخ. اي باش هو وسخ، لين مرة اخذنا بالشلاليك للحمام. اي ودعتك وبطبشت مالين وسواها في القضية. ستار. للي باش. انطي مصرف للولد. امرك باش. باكر بالوحدة بالمعمل. صار باش. سمعت ابو زرقاء؟ اي اسمع. عاد تقول اذاني ثقيلة. يلا امشي. سويت خليت صاحي. شو تريد؟ أنا حذرتك يا سجا، أنت أم بيت وأطفال،
وعندك زوج يحبك ويريد خاطرك، اي تصرف مو طبيعي هذا كله ينهت. اي بس انت دشوك يا توفيق، سوى عليهم فضل واذوه. تريدين عاد احكي لك حتى تكونين على بينه. هو صحيح الا ارضال عليك وعلي همينه يوم من الايام، لكن هذا ما يبرر. اي تصرف من عندنا ويا لو عليه يجرجرنا للدمار، وهذا مطلوب. انت يوميا تيجي تحكي لي عن موقف وتقول لي يا سجاله تصرفين. بصراحه يا سجان انا همينه مقهور، ناس دا تنكر افضل ناس، بس احنا ايش بدينا؟ وضع فتاح مهزوز هسه وما ادري يعني ايش اسوي. زين انت متاكد معمل القديم خالي؟ اي داهمة الشرطة وداهمة مشغل دولار ومحلات صالح وخيون. اي بس اكو ناس يوصلوا؟ اكيد. اما هذا حمدي ابو شوارب فجاسوس يشتغل ويا جماعة اللي تشتغل إله، وهو ضدهم كلهم. وساكت؟ شو اسوي يا سجا؟ الزمن غادر. الزمن غادر يا سجان. شوفوا اخوان، موتة اسماعيل الدعلج الى يد بيها، هذا ما تقبل غلط. بس هل موتة بسبب صراع الذهب او تصفية حسابات قديمة؟ لانه ماكو ادلة ولا اكو اعترافات ولا اكو ادله جرميه ضد فتاح، وكنت القضيه ضد مجهول الى ان يطلع عامل جديد. هذا محور. المحور الثاني يا اخوان هنا يتركز ما بين العماره ومكتب فتاح، مكاتب صالح وخيون وغيرهم. هاي الاربعه صحيح هو نقل موقع سكناه خارج المعمل يعني بالكرخ مثلا، هذا وكر. زين الاحداث الان وين؟ بالجانب الاخر اللي هو الرصافه، وبالتحديد كراده خارج، يعني منطقه الكراده الشرقيه. سيدي صالح وخيون ما لهم علاقه بموضوع الذهب. مراقبتنا الدقيقه لهم اوحت هالاشخاص ما مهتمين بهالجانب. لا هم مهتمين بيه بدافع الايقاع بالدعلج، مو مشاركه الغنيمه. حمدي ابو شوارب؟ بالضبط، حمدي ابو شوارب. هذا حمدي ابو شوارب هو همزه الوصل بين صالح وخيون واخرين غرباء وبين الدعلج. اللي اريده من عندكم هذا اولا مراقبه الدعلج مراقبه شديده، ثانيا استدراج صالح وخيون، وكما تخط تليفوني بيناتكم احنا نعلن به لحالات الطوارئ. مداهمة العمارة مثلا؟ ضبط. سيدي ذولا مشبوهين ليحكون قضية، عزيمة المطعم لقاء مكتب اسماعيل، استدراجهم سيف ذو حدين او عماد. تخليهم معاك يعني تخلي ايدك عليهم. سيارتنا عقدنا بعد نعورها يا جد. ودي لي المنصور منك ارجع لكم تاكسي للمعمل. الشهود وتغيير افاداتهم ما يطمئن الدعلج. احنا سدينا ملف اسماعيل، فهذا يخليه يتوقع نخش له من باب تحقيقي ثاني. اول شيء راح نسويه يستعجل العمليه.
الذهب. بالضبط، اليوم باكر لازم ينفذ العملية، وإحنا لازم نكون بالزمان والمكان المحددين. وقتها من يوقع بالإيدين ترجع تجيب نفس الشهود حتى تسمع كلام ثاني. يا فرحتي بيكم. مفارز المنصور شنو شغلها؟ ما اعرف. اتابعوا لي لاي نقطه يوصلها زين. قولوا له شنشولوا ربع العمليه تاجلت. هذا اعلان بالجريده يقول يغلق احد الجسور لغرض الصيانه، واحد من هاي الايام ننفذ العمليه. حمدي اكيد هذا الحكي. انا قلت معلومه وما طلعت بمكانها يا خيو. بس انت مبتعد عنه مش مدريك. ابدا احضر نفسي شغله المحطه، على الاقل احصل لي كم دولار، جواز سفر مزور الدوله. حمدي شغله المحطه ماشي، بس لا تبتعد عن الفدوه. واضح الجماعه معتمدين علي وانا معتمد عليك، واذا تبقى بعيد عن شنشول بن فطيم ترى يشك بيك. مهود يزورني على البيت كاس كاسين ويبرط العنده والمانده، بعدين ما يشكون بي لانه وانا ما وياهم. اذا حمدي لا تفارقهم ابدا، عينك عليهم خطوه بخطوه. باوع شاركهم بكل اعمالهم وصير احرص منهم على شغلهم. افتهمت؟ فبس شنو هاي توفيق؟ هاي اثمان كل قطعه بمحطه خانقين ومحطه المقداديه اللي راح نرحلها محطه خانقين ولا بس مو بالضبط. اكو واحد احتياط، اسئله ماسخه ما اريد اسمع. افتهمت؟ مو شغلك. شغلك تبقى ويا العيار الباب الدار ومتعوف لا الدعلت ولا شنشول. صار تفيق روح. اقول لك انت ما تخاف تحكي قدام هذا؟ هذا مشكوك بالعمليه، حالك من حاله. افتهمت؟ اشتهى الغي. واذا جتنا الرصاصه ابع عمليه الذهاب بالقير فد قندرة يعني؟ وهذا قدر عندك؟ لا هواي راح عبر الحدود. حمدي انت جبان واتكالي وقلبك مو قوي، وانا بصراحة ما مطمئن انت راح اسوي شيء يرفع الراس. يا اخي جاهز في مرة حسسني انت رجال حتى اقول زلمتي رفعت راس. بعدين تعال اقول لك شغلة الذهب فرصة بالنسبة لك. هو هذا اللي همك لو المعلومات؟ اللي هامني الذهب يا حمد ابو شوارب. ايوه وبعدين؟ شو التحقيق يا سجان؟ خيون من اجى صالح خلى ايده بايده وجاب هذا حمدي ابو شوارب وهذا فد واحد تافه صانع عندهم. قام يجيب ويودي بين صالح وخيون وبين عملائهم من سنين. زين وبعدين؟ ادري شغله بيها وجهين للربح. يتغدون بفتاح ومن الدرب يصير سالك يلوون القابهم ويروحون على المحطات. زين وفتاح؟ ان الظاهر
هذول ناس مثل ذيابة على فطيسة، احنا نحشر خشومنا بيناتهم ليش؟ أنا لازم أمر للخياطة. شنو؟ بالثلاثة أكو خياطة هسه؟ إي مو هذا وقت طلعته من معهد الخياطة اللي تشتغل فيه. عود أنا من تخلص أكل ودي الصينية بالمطبخ، أنا راجعة بعد ساعة، زين؟ سجى! سجى! المعمل واقف. ايش رايده؟ اريد فتاح. فتاح؟ ما عندنا واحد اسمه فتاح. بس اكو شخص اسمه الدعلج. منو جنابك؟ قل له سجى وبس. خلي اشوفه موجود لو لا. تعالي. خلينا من الحكي الحلو واسمع المر. ما يقبل سانج غير بس حلاوة العسل سجاوي. بس ما يخالف خلي يسجلها علي يا رب العالمين. مو كافي فتاح، مو كافي، مو توجهت لله. لو توبت ابو الحصين. لا سجاوي ترى اني تبت. لا تبت بشكل يعني. اي ذاتك. بس عندي كم شغله صغيره قلت اخلصها. وراها ازهد الدنيا بما فيها. سجاوي انا احس بباور نار جواي وتيمي. طفيها بايمانك واسمعني. انت مأمن بناسك؟ انت تعرفيني كل الزين، انا ما اثق باحد. خلاص. لعد اخذ حذرك من ناسك. منو منهم؟ اللي داخل دائرة امرك ونهيك. ستار. عباس شنو القضية؟ خاف شنشول وجماعته. لا ترى ذولا عصابة مال تعرات قديمة، عندي شغلة وياهم صغيرة وراها. هم وغيرهم. بس لا تقولين هذا صالح وابو اللانجستر، ترى ذولا يعني غاسل ايدي منهم. المهم وصلتك رسالتي. يعني شنو مبيتين شي؟ ما ادري. بس لا تغفل سجاوي، عمري ما نمت بعينتين مغمضة. أنا تأخرت فتاحي، أنا آخر مرة أجي لهنا. أنا تشنت مديونة إلك واعتبرني هسه وفيت الدين، وأرجوك كون بعيد فتاح. سيدي. أهلا صالح. تفضل. خيون وينه؟ سيدي لي قدام باب المطعم. احنا راح نتعاون مو هالشكل. سيدي طول عمرنا احنا متعاونين. اقصد بخصوص التعلج. يا ريت. سيدي ايدنا على ايدكم. بس هذا سابينا سبايه. سيدي سابينا سبايه. واقول لك سيدي ما حد قتله وحرق الحيفه وردي غيره هو. بس شنو سيدي يعني الشهود ما عندهم فرج جرعه وحتى يحجون الصدق. هو سيدي هذا ارضه وقاعد تاكل خضار المجتمع. وتاكل